السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذه كلمة عزاء لآل الشيخ صالح الحيدان رحمة الله تعالى عليه ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم في فقدان هذا العالم الجليل. وهي سنة لله عز وجل ماضية، فقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ولكن هنيئا لمن ختم له بخير، وهنيئا لمن أفنى عمره في طاعة الله عز وجل. فأقول أولا لآل الشيخ صالح الحيدان رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء المسلمين الأجلاء الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي القضاء بين الناس، وفي الفتيا وتبصير أهل الإسلام بأمور دينهم. وكان له مجلس ثابت عامر بالحضور في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حفظها الله تعالى وشرفها. وكان الناس يستفيدون من علمه دائما وأبدا لفصاحته وقوة حجته. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنان. وأقول لأهل بيته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. وأقول وبالله تعالى التوفيق لأهل بيت هذا العالم أن يحافظوا على علمه وينقحوه وينشروه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإننا إذا قرأنا سير سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى نرى أنهم احتفظوا بعلم العلماء الأولين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شأن الليث بن سعد مع الإمام مالك رحمهما الله، قال: الليث أفقه من مالك، قال العلماء: لكن كان لمالك أصحاب يقومون به وينشرون علمه، أما الليث بن سعد فقد حرم من هذه النعمة، نعمة الرفقة الصالحة التي تقوم بعلمه. أما وقد أبقى الله عز وجل في آل الحيدان أهل علم وأهل فقه وعارفون قيمة العلم، فأذكرهم بالله أن يحفظوا هذا العلم ويدونوه. ولا يخفى عليكم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من أعلم الناس بالفرائض في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يودع في القبر فبكى وقال: لقد دفن اليوم والله علم كثير، لقد دفن اليوم والله علم كثير. فجدير بإخواننا من آل الشيخ صالح الحيدان حفظهم الله ورحمه الله رحمة واسعة أن يحفظوا علمه وأن يوثقوه وأن يجتهدوا في نشره، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فلا معنى للبكاء الكثير، وإن كان الرجل يبكى عليه وأهل لأن يبكى عليه وأهل لأن يترحم عليه، ولكن
الأنفع له والأفضل له ولنا جميعا مع دعائنا له واستغفارنا له ولعموم أهل الإيمان أن ينشر علمه أيضا للنفع العام المتعدي للمسلمين والمسلمات. هذا وإذا كان بعض إخواننا قد يجد في نفسي شيء من الثناء على هذا العالم الفاضل فأقول هو جدير بهذا الثناء رحمة الله تعالى عليه، والثناء الذي قد يذم إذا كان الرجل حيا وتخشى عليه الفتنة، أما إذا مات الرجل وأمنت الفتنة عليه فلا بأس أبدا، لا بأس ولا مانع من الثناء عليه بما هو فيه وبما هو له أهل ونحسبه أهلا لذلك. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ونحسب هذا الرجل منهم رحمة الله تعالى عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وكذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ونحسب هذا العالم الجليل رحمة الله تعالى عليه، وجعل الله ممساه في جنات النعيم وأنار الله له قبره وأفسح له فيه، نحسبه من هؤلاء الذين كانوا يقضون بالحق وبه يعدلون، وكان متسما رحمة الله تعالى عليه بالحكمة والموعظة الحسنة مع حسن بيان وفصاحة وإتقان للفتية. ونسأل الله أن يجعل آثاره في بيت الله الحرام وآثاره في الخير له شاهدة. ولكن عزاؤنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الموت قد كتب على الخلق كلهم، ولا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم أولم يروا أن خلق أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ومن أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة أحد الأقوال أن ذلك يكون بقبض العلماء، وإن كانت هناك أقوال أخرى في تفسير الآية ككون أهل الإسلام ينتشرون ويزدادون وينتشر الدين في القبائل المحيطة بقريش فيضيق الخناق عليهم، إلا أن من العلماء أيضا من أضاف إلى هذا التفسير تفسيرا آخر هو قبض العلماء. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله أن يخلفنا في هذا الرجل الخير رحمة الله تعالى عليه بخير، وأن يجعل قبره فسيحا رحيبا وروضة من رياض الجنات اللهم أمين، وأن يلهم أهله الصبر والإيمان والحرص على الشيء النافع الذي ينفعهم وينفع ميتهم بعد موته وفي قبره. فأعاود تذكيرهم بأن يوثقوا علم هذا الرجل وأن يسعوا جاهدين في نشره لإفادة المسلمين بعلمه هذا. وأعاود تعزية نفسي وإخواني وآل بيت الحيدان والمسلمين والمسلمات بفقدان هذا الرجل الكريم. أسأل الله سبحانه أن يعوضنا خيرا وأن يفسح له في قبره وأن ينور له في هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم،
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.